السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي على قناة مسجدات ومنوعات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى أتم الصحة والعافية. إذا كما جرت العادة في النهاية ديال أو في بداية ديال كل شهر كنشارك معكم مسجدات ديال الضمان الاجتماعي في خصوص المستحقات المالية، سواء يعني المعاش أو التقاعد أو فلوس الدراري أو أي حاجة، أي مستجد عنده علاقة بهذا الموضوع هذا ديال الضمان الاجتماعي. لهذا إذا كنت أول مرة تدخل القناة ما تنساوش تضغط على زر الاشتراك والإعجاب. بالنسبة لهذا الفيديو هذا غادي ندويو على فلوس الدراري اللي صراحة في الصوريج تعطلوا شوية، ما طلعوش في الأبليكاسيون إلى غاية اليوم الأمس اللي هو 1 فبراير، ما طلعوش في الأبليكاسيون. اليوم طلعوا الحمد لله وعطوا التفاصيل. يعني كما كتشوفوا في الصورة قدامكم راه الشهر المعني هو شهر 1/2023. يعني المونطون راه ديما معروف 300 درهم لكل طفل. دات دو سيتياسيون هو اليوم، يعني حنا اليوم في 2 فبراير 2023، ونيت اليوم ان شاء الله غادي يبانوا لكم في الحسابات البنكيه ان شاء الله، خصوصا في الابناك اللي كيسير بيو شويه في الخدمه. بالنسبه للابناك اللي كيتعطلوا راه غالبا غادي يكونوا ابتداء من غدا. اذا ركبوا الحسابات البنكيه ديالكم وبالصحه والراحه، وكما قلت لكم في البدايه ما تنساوش الاشتراك والاعجاب بهذا الفيديو. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.